يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار على القاهرة الكبرى والأوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن الجمهورية كالتالي: العظمى في القاهرة 33 والصغرى 24 والإسكندرية 30 22 ومطروح 29 23 وبورسعيد 30 25 والإسماعيلية 35 22. بالنسبة للسويس فدرجة الحرارة 34 والصغرى 23، العريش 30 21، طابة 31 25، شرم الشيخ 36 27، الغردقة 35 26، الأقصر 39 24، أسوان 39 24، الوادي الجديد 36 25، حلايب 32 28، وأخيرا شلاتين 34 27. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.